دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الهوية الجديدة لتطبيق التقويم العماني بميزات وخدمات جديدة، كما دشنت وللمرة الأولى نظام الزكاة الإلكتروني. افتتح اليوم بمنطقة نزوة الصناعية مصنع الشركة الخليجية للطاقة الخاص بتصنيع معدات الآبار الرئيسية لصناعة النفط والغاز بدعم من شركة تنمية نفط عمان. الهيئة العامة للطيران المدني تصدر الموافقة على زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار صحار لتصبح 7 رحلات أسبوعية اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل. خلال زيارتهم إلى محافظة ظفار في فصل الخريف وتحديدا في منطقة ألسان، عثر أطفال على صخرة تأخذ شكل الحذاء مما جعلهم يحتفظون بها. إلقاء القبض على آسيوي أضرم النار في المحل التجاري الذي يعمل به من أجل الحصول على مبلغ التأمين ونتج عنه احتراق 4 محلات مجاورة.